30 حلقه انت ملاحظ ان انت مقسم كل 10 و10 حكايه واحده. يعني اول 10 حكايات هو وامه كانوا هو حبيبته بالظبط. ال10 التانيين بيتجوز اثنين وبيظهر شخصيتك اللي هو بقى تاثيرها عليك اللي هو ده كان اصل المسلسل عندنا بقى ال10 اللي في النص دول. بس احنا خوفنا وقلنا عشان ما نبقاش جو المسلسلات عن الزوجات اللي اتعملت كتير حاجه متولي والزوجه الرابعه وتعرف قلنا لا احنا نعمل الحاله بطريقه ثانيه. فنعمل خط العشره دول اجتماعيات بطريقه ثانيه اثنين زائد ام زائد مش عارف ايه. ف وبعد كده نعمل العشره التانيين دول اللي هم بتوع الصراع الكبير ونعمل حماده هلبي ايه اسمه بقى ازاي؟ ازاي بتستشف النجاح ان انت مش عارف هل الشارع من السوشيال ازاي؟ الواد بتقول لك انت بتقول في السوشيال حماده السوشيال ميديا دلوقتي عشان نتكلم بكل امانه هي بقت وصلت ان بقت اهم من الميديا. ده اللي مجنني.